السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه رسالته أيها الطلاب والطالبات في الفصل السابع إن شاء الله في هذا اليوم نحن ندرس اللغة العربية في الموضوع المفردات اللغوية يعني أسماء الأيام طيب كيف حالكم إن شاء الله بخير الحمد لله طيب أيها الطلاب والطالبات في الفصل السابق تفضلوا افتحوا كتابكم الصفحة مئة أربعة وخمسين ya silahkan anak-anak semuanya buka buku paket halaman 154 ya berkenaan asmaul ayam nama-nama hari ya summa ya. atafadlu unzuru ila hadhihi syasha Silahkan perhatikan layar ya qabla an nabda hadhihi dirasah hayya bina basmalah ma'an Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Asma'ul ayyam. Asma'ul ayyam. Nama-nama hari. Al-ayyam fil usbu'. Al-ayyam fil usbu'. Ya. Hari-hari dalam sepekan atau dalam seminggu. Ahadun. Yaumul Ahad ya. Yaumul Ahad, hari Ahad atau hari pertama. Yaumul Isnin. Yaumul Isnin, hari Senin. Yaumul Thulatha, hari Selasa. Yaumul Arbi'a atau Arbi'a, hari Rabu. Yaumul Khamis, hari Kamis. يوم الجمعة. الجمعة. والسبت. سبت. الأحاد. 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 يوم الأحاد. اليوم الأحاد. الاثنين ويوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين ثم يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء يوم الأربعاء الأربعاء. يوم, الأربعاء يوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم الأربعاء ثم الخميس يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس يوم الجمعه يوم الجمعه يوم الجمعه يوم الجمعه يوم السبت يوم, يوم السبت السبت او يوم السبت يوم السبت كرير اولا من الاول استمع جيدا يوم الاحد يوم الاحد يوم الاثنين. يوم الثلاثاء. يوم الاربعاء. يوم الخميس. يوم الجمعة. يوم السبت. هيا بنا نتكلم بالعربية في يوم الاثنين إلى أين تذهب؟ في يوم الاثنين إلى أين تذهب؟ في يوم الاثنين إلى أين تذهب؟, الى اين تذهب بعد سنين كمانا كمو برغي؟ ini untuk ke pertanyaan ke laki-laki. Kalau perempuan, fi yaumil itsnin ila ayna tadhhabina? Kalau ke perempuan. Fi yaumil itsnin ila ayna tadhhab? Fi yaumil itsnin adhhabu ila al-madrasah. Fi yaumil itsnin adhhabu ila al-madrasah. Pada hari Senin saya pergi ke sekolah. من أول في يوم الاثنين إلى أين تذهب؟ تفضل جواب في يوم الاثنين أذهب إلى المدرسة في يوم الاثنين أذهب إلى المدرسة آه. في يوم الاثنين أذهب إلى المدرسة في يوم الاثنين إلى أين تذهب؟ في يوم الاثنين أذهب إلى المدرسة. ثم في يوم الثلاثاء إلى أين تذهب؟ أطلع في يوم الثلاثاء إلى أين تذهبين؟ في يوم الثلاثاء إلى أين تذهب؟ Kira-kira ini mau pergi kemana ketika banyak buku? Fi yawmis azhabu ilal maktabah. Fi yawmis azhabu ilal maktabah. Fi yawmis ila aina tazhab? Fi yawmis azhabu ilal maktabah. في يوم الثلاثاء، إلى أين تذهب؟ تفضلوا الجواب. في يوم الثلاثاء أذهب إلى المكتبة. آه في يوم الثلاثاء أذهب إلى المكتبة. نعم، ثم في يوم الأربعاء، إلى أين تذهب؟ في يوم الأربعاء إلى أين تذهب؟ كرا كرا، دلihat من الصورة. الجواب واضح. في يوم الأربعاء أذهب إلى السوق. في يوم الأربعاء أذهب إلى السوق. في يوم الأربعاء إلى, يوم إلى يوم إلا أين تذهب؟ في يوم الأربعاء أذهب إلى السوق في يوم الأربعاء أذهب إلى السوق الأول نعم. في يوم الأربعاء إلى أين تذهب في يوم الأربعاء أذهب إلى السوق في يوم الخميس الى اين تذهب في يوم الخميس الى اين تذهب في يوم الخميس اذهب الى الفصل في يوم الخميس اذهب الى الفصل في يوم الخميس اذهب الى الفصل, أذهب إلى الفصل. كرر في يوم الخميس الى اين تذهب تفضل الجواب في يوم الخميس اذهب الى الفصل الى الفصل في يوم الخميس الى اين تذهب في يوم الخميس اذهب الى الفصل عم. ثم في يوم الجمعة الى اين تذهب في يوم الجمعة الى اين تذهب في يوم الجمعة اذهب الى المسجد في يوم الجمعة اذهب الى المسجد في يوم الجمعة اذهب الى المسجد في يوم الجمعة, إلى, في يوم الجمعة الى اين تذهب في يوم الجمعة أذهب إلى المسجد. في يوم الجمعة إلى أين تذهب؟ في يوم الجمعة أذهب إلى المسجد. في يوم السبت أو في يوم السبت إلى أين تذهب؟ في يوم السبت إلى أين تذهب؟ في يوم السبت أذهب إلى الميدان في يوم السبت أذهب إلى الميدان في يوم السبت إلى أين تذهب؟ في يوم السبت أذهب إلى الميدان في يوم السبت إلى أين تذهب؟ تفضل الجواب في يوم السبت اذهب الى الميدان الى الميدان آه. في يوم الاحد الى اين تذهب في يوم الاحد الى اين تذهب في يوم الاحد اذهب الى المطعم في يوم الأحد أذهب إلى المطعم في يوم الأحد إلى أين تذهب؟ في يوم الأحد أذهب إلى المطعم آه، الأول في يوم الأحد إلى أين تذهب؟ في يوم الأحد أذهب إلى المطعم ثم هيا بنا نتكلم بالعربية، الكتاب يشرب الباب، العربية. في يوم الأربعاء ماذا تفعل؟ في يوم الأربعاء ماذا تفعل؟ في يوم الأربعاء أقرأ الكتاب، في يوم الأربعاء أقرأ الكتاب دون الترجمة يا؟ Tidak terjemahkan karena ini kosakata yang sudah disampaikan di video-video sebelumnya atau di bab-bab sebelumnya. Ya. Jadi mohon lebih diperhatikan ya cara bacanya dan juga tolong diperhatikan juga harokat-harokatnya. Di Yomil Arbi'ah, <tuh> Madat Ta'afah. Di Yomil Arbi'ah, Kitab. هل الولاد أقرأ الكتاب في يوم الأربعاء ماذا تفعل في يوم الأربعاء أقرأ الكتاب في يوم الأربعاء ماذا تفعل في يوم الأربعاء أقرأ الكتاب ثم في يوم الثلاثاء ماذا تفعل في يوم الثلاثاء ماذا تفعل؟ في يوم الثلاثاء أقرأ القرآن في يوم الثلاثاء أقرأ القرآن في يوم الثلاثاء أقرأ القرآن في يوم الثلاثاء ماذا تفعل؟ أو ماذا تفعلين؟ في يوم الثلاثاء أقرأ القرآن ثم في <applause> يوم الخميس ماذا تفعل في يوم الخميس ماذا تفعل في يوم الخميس أكتب الدرس في يوم الخميس أكتب الدرس في يوم الخميس ماذا تفعل في يوم الخميس أكتب الدرس هذه عملية أكتب الدرس ya ini lagi menulis ya fi yaumil khamis ba'da taf'al fi yaumil khamis aktubu dars fi yaumis sabt ma'da taf'al fi misab sabt ma'da taf'al fi yaumis sabt ummi usaa'idu membantu ya saya membantu ummi سير. في يوم السبت ماذا تفعل في يوم السبت أساعد أمي نعم ثم في يوم الأحد ماذا تفعل في يوم الأحد ماذا تفعل في يوم الأحد ألعب كرة القدم في يوم الأحد ألعب كرة القدم، في يوم الأحد ماذا تفعل؟ في يوم الأحد ألعب كرة القدم. نعم، ثم في يوم الجمعة ماذا تفعل؟ في يوم الجمعة ماذا تفعل؟ في يوم الجمعة ماذا تفعل؟ في يوم الجمعه اصلي في المسجد في يوم الجمعه اصلي في المسجد في يوم الجمعه ماذا تفعل في يوم الجمعه اصلي في المسجد في يوم الجمعه ماذا تفعل في يوم الجمعه اصلي في المسجد في يوم الاثنين ماذا تفعل في يوم الاثنين ماذا تفعل في يوم الاثنين ادرس في الفصل ادرس في الفصل في يوم الاثنين ماذا تفعل في يوم الاثنين ادرس في الفصل في يوم الاثنين ماذا تفعل في يوم الاثنين ادرس في الفصل Fi yawmil isnain mada taf'a Al-Fadul al-jawab Fi yawmil isnain Adrusu fil fas Al-Tabir hur Ungkapan bebas ya Kalian bisa mengungkapkan dengan Kalimat-kalimat di sini. Fi yawmil ahad Ila aina tadhaf fi yawmil isnin ila aina tadhhab fi ay fi yaumil fi yaumis sabt ila aina tadhhab fi yawmil arba'a ila aina tadhhab ya silakan di rumah nanti kalian praktekkan ya dengan hari-hari yang sudah tadi Bapak sampaikan ya contohnya seperti yang barusan al-mithal fi يوم السبت إلى أين تذهب؟ في يوم الجمعة إلى أين تذهب؟ في يوم الأحد إلى أين تذهب؟ في يوم الاثنين إلى أين تذهب؟ في يوم الثلاثاء إلى أين تذهب؟, في إلى أين تذهب؟ أنسطرس، أنسطرس، أنسطرس. <applause> ثم آه. في يوم الجمعة ماذا تفعل في يوم الجمعة ماذا تفعل في يوم الجمعة أصلي في المسجد في يوم الاثنين في يوم الاثنين ماذا تفعل ماذا تفعل في يوم الاثنين أدرس في المدرسة أدرس في المدرسة في يوم الأحد ماذا تفعل؟ في يوم الأحد ماذا تفعل؟ ألعب كرة القدم في يوم الأحد ألعب كرة القدم. في يوم الثلاثاء ماذا تفعل؟ في يوم الثلاثاء أقرأ الكتاب، في يوم الثلاثاء أقرأ كتاب في المكتبة، أقرأ الكتاب في المكتبة إلى أين تذهب يوم الأربعاء؟ في يوم الأربعاء إلى أين تذهب أذهب إلى السوق يوم الأربعاء أذهب إلى السوق إلى أين تذهب في يوم الخميس أضوح. في يوم الخميس إلى أين تذهب في يوم الخميس أذهب إلى المطعم silahkan kalian e, berlatih di rumah dengan gambar-gambar seperti ini tanpa melihat teks ya tanpa melihat teks Arabnya silahkan mengungkapkan di rumah sendiri sendiri atau masing-masing ya silahkan diungkapkan seperti contoh-contoh yang sudah bapak sampaikan sebelumnya ya seperti itu oke okay. cuma Fi yaumil mada madza taf'al? Fi yaumiy mada madza taf'al? Fi yaumir arba'a madza taf'al? Fi yaumil khamis madza taf'al? Fi yaumil mada madza taf'al? Fi yaumis sabt madza taf'al? Fi yaumil ahad madza taf'al? Ini seperti yang uh, tadi ya. Sekarang pekerjaan yang dilakukan ya. Ah في يوم الأحد ماذا تفعل؟ في يوم الأحد ماذا تفعل؟ في يوم الأحد أبو قرة القدم في يوم السبت في يوم السبت ماذا تفعل؟ في يوم السبت أساعد أمي أساعد أمي في يوم الجمعة ماذا تفعل؟ أصلي في المسجد أصلي في المسجد في يوم الخميس ماذا تفعل؟ أقرأ القرآن في يوم الأربعاء ماذا تفعل؟ أكتب الدرس في يوم الثلاثاء ماذا تفعل؟ أقرأ الكتاب أصبر يا Oke, okay. anak-anak kelas 7 silahkan boleh diulang kembali melihat atau menyimak videonya dan silahkan diisi nanti latihannya halaman 156 ya sampai halaman 164 ya 156 sampai 164 طيب أيها الطلاب والطالبات يكفي مني <applause> نختتم بقراءة الحمد لله الحمد لله رب العالمين شكرا على إتمامكم أهل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته